السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشة القناة الرياضية في لقائنا الأسبوعي الذي يتجدد معكم كل ثلاثاء في برنامج رياكشن الذي يرصد ردود فعل الجماهير السعودية في جميع الملاعب في المملكة العربية السعودية من خلال كاميراتنا المتواجدة في أرضية الملعب، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تغريداتكم عن طريق تويتر re_action_sa حساب البرنامج، أيضا يوجد عن طريق السناب شات re_action_sa. دعوني رحب بزميل عبد العزيز، حياك الله. الله يحييك مهند، وأحييك وأحيي طبعا مشاهدين البرنامج رياكشن اللي نتواصل معكم بشكل أسبوعي كل ثلاثاء من خلال هذه التغطية والمتابعة لأبرز الأحداث من خلال الجماهير الرياضية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال الملاعب ما بعد المباريات، خاصة المباريات اللي تحظى بجماهيرية كبيرة. نتكلم بأنه جولة كانت جميلة، جمعت العديد من الفرق. نتكلم عنه المباراة الرئيسية اللي كانت في هذه الجولة وهي مباراة الأهلي والهلال، علما بأن الجولة هذه اختلفت نوعا ما. نتكلم عن ترتيب الحضور الجماهيري، أيضا عن ترتيب، علما بأن الجمهور عاطفي مهند، ودائما ما نشوف الجولة اللي بعدها تكون مختلفة خاصة بعد النتائج. اللي زاد جمال الجولة هذه عبد العزيز صراحة الأجواء خلال الأيام اللي راحت مع الجولة صراحة كانت أجواء جميلة، وهذا ممكن يساعد الجمهور أكثر على الحضور. فالأجواء جميلة الحين، ما في أي عذر، احضروا وادعموا أنديتكم صراحة. يعني كان جولة مباريات جميلة، أيضا مثل ما ذكرت لك الأجواء كانت أجمل خلال الجولة الماضية. عاد أنا مهند أقول عكسك، يعني خاصة في الملاعب المكشوفة، يعني بعض الجماهير ما تبغى تحضر لانه الاجواء بارده واجواء ممطره، فدائما يتحاشون بعض الحضور الجماهيري. لكن مدينه الملك عبد الله الرياضيه، استاد الملك فهد، يعني ممكن بيكون نوعا ما مختلف، لكن مثل مدينه الملك عبد الله اللي في بريده ملعب مكشوف خاصه. صحيح، الملعب مكشوف لانه يجي عليه تقريبا مطلع على الجمهور كلهم تقريبا، لكن هذا اللي نتمناه. احنا قلنا الاجواء ساعد، ممكن اي شيء تساعد، وان شاء الله بيئه الملاعب تحسن كثير. مثل في الان لجنه خاصه، طبعا احنا برنامج رياكشن يهمنا هذا الشيء، في لجنه خاصه الان لتحسين بيئه الملاعب للجماهير للحضور في المباريات ودعم انديتهم. غير كذا الانديه اللي قاعده تنافس قاعده تقدم نتائج جيده تساعد الحضور، يعني نتمنى حضور اكثر جماهيري. طبعا عزيز عندك احصائيات الحضور الجماهيري بما فتحنا هذا الموضوع؟ احصائيات الحضور الجماهيري حتى الان نقول الجمهور الاهلي، جمهور المجانين حاضرين وبقوه، هم صاحب المركز الاول مثل ما تتابعون معنا بعد قليل على الشاشه. هذه الاحصائيات، الاهلي في المرتبه الاولى ب 142513، الاتحاد في المركز الثاني ب 89703، الهلال في المرتبه الثالثه ب 71338، النصر بصراحة اللي ما تعودنا عليه ودائما تعودنا على الحضور الجماهيري الكبير، كان جمهور عاشق رغم ان الفريق مرت بظروف، لانه دائما ما كان يحضر الا ترتيب الرابع، وب 40087 متفرج بعد التعاون ب 27736، بعده الاتفاق ب 21561، بعد الرائد في المرتبة السابعة ب 19822، بعد الفتح 14789، بعده القادسية 10291، والخليج المرتبة العاشرة 9742. هذه العديد من الإحصائيات. الغريب في الأمر بصراحة مثل ما تتابع جمهور الوحدة والشباب في المرتبة 11 والمرتبة 12، يعني جدا العدد قليل يا مهند، خاصة تتكلم على جمهور الشباب والوحدة. يعني الوحدة لا هو اللي قاعد يساند الفريق الآن وفي دوري جميل، والشباب اللي يسعى يعني انه فريق يقدم شيء من خلال المباريات، وايضا دعم المدرب الوطني سامي الجابر اللي حضوره جدا ضعيف 7000 شوي. طبعا الوحده احنا دائما نتكلم عنها، الوحده لو التفت له جمهور مكه وتجار مكه، الوحده راح يصير اقوى الانديه في الدوري الجميل. ترى النادي هذا له شعبيه كبيره وحضور جماهيري كثير. نادي الشباب مر السنتين الماضيه بظروف، يعني نوعا ما بعد استقاله الرئيس خالد البطان وابتعاد بعد اعضاء الشرف، مر بظروف قاسيه، لكن الان الشباب قاعد يقدم تقريبا نتائج جيده عبد العزيز، يعني مع سامي الجابر ومع لاعبين صراحه شباب، يعني عندهم روح، عندهم يعني طاقه ايجابيه لتحقيق نتائج ايجابيه مع الشباب. لكن نتمنى للحضور الجماهير السعوديه طبعا لجميع الانديه، نتمنى الحضور الملاعب تكون صراحه مليانه، لان احنا مثل ما ذكرنا الحلقه الماضيه داخلين على الخصخصه. الخصخصه هذه مهمه في حضور النادي، عشان يجي نادي شركه تشتري لازم يكون فيه لها جماهير، لازم يكون لها حضور جماهيري، لازم تكون لها شعبيه. ترى الارقام اللي قاعدين نذكرها هذه الرسميه من رابطه دوري المحترفين راح تفيد الاهلي والاتحاد والهلال والنصر، لان هم اكثر حضور جماهيري. المنافسه بين الاهلي والاتحاد ما لاحظت عبد العزيز ان في فرق 10000 تقريبا بين الاهلي والاتحاد.
الا مهند، خلينا نتكلم ايضا مهند اللي تتكلم عنه، ذكرت نقطه مهمه، ودائما ما نسمع كلمه الاربعه الخمسه الكبار، الاربعه الخمسه الكبار هي اللي قاعد تفرق الان، موضوع النتائج اللي قاعدين نشاهدها الان على مستوى الجماهير، على مستوى ايضا تحقيق البطولات، الامور ترى بتختلف خاصه في زمن الخصخصه. صحيح. مهند، مباراه كانت نقول جميله، خلينا نبدا نقول نترك مباراه اللي كانت مباراه الكلاسيكو، نروح للكلاسيكو نتركها طبعا في الاخير، نروح لاولى طبعا المباريات معنا لهذا اليوم، وهي مباراه المفاجئه، نقول تعاون اسيا سكر القصيم يفوز على النصر باثنين مقابل واحد. بشكل سليم من طلال العبسي، طلال العبسي بيلعب لك كره، وصلت الان في الجهه اليسرى، تعاونيه البحث عن مزيد من التعاون، منير يلعب لك كره، يا رب مزيد من التعاون، ظهور لمنير في اليوم الكبير، محاولة أولى، انفراد أول، هدف أول، الرقم 9 الحمداوي يحرك جالكا، الكرة أهداف، جمهور التعاون يتحرك ويحتفل، سكر القصيم بهدف حلو، نهاية حلوة، كرة مباغتة، كرة بينية من البركة، وصلت بكثير من البركة، وانتهت بكثير من الدقة والتركيز والفن، سجلها منير، فعلها منير، ظهر في اللقاء أمام الكبير، التعاون يتقدم، التعاون، الكرة في شباك حسين شعان، الله على أحمد الزين، الله على التشيكاوت، الثقة، المعنويات، الروح، الذكريات، الهروب، العرضية، المتابعة، يا رب، هذا اللي ما أبو مثله بالقصيم، هذا اللي ما أبو مثله بالقصيم، هذا التعاون، هذا السكري، ملح الدوري في العام الماضي، هذه الدقائق اللي يظهر فيها هذا الانقلاب، هذا التحول، هذه المتعة، هذه الكرات، هنا أحمد الزين، لكن التعاون فيها كل زين، كل زين، يملى العين، الله على النهاية، الله على الهروب، الله على العرضية، الله على سعيد الدوسري، شوف الكرة، من اللي فيهم، من اللي فيهم أحلى، في دوري جميل يستمر الآن، هذه القمة، وهذه العرضية، وهذه الرأسية يا رب، عقرب ومن لدغاته أهرب، عقرب ومن لدغاته تتعب، هو ما يلعب مباراة كاملة لكن يأدي دوره بالكامل. شفنا أهداف النصر، التعاون والنصر اللي انتهى بفوز نادي التعاون بهدفين مقابل هدف، بصراحة كانت من المباريات الجميلة في دوري جميل التعاون. كنا خايفين من مستوياته سابقا عشان آسيا، لكن صراحة قدم مستوى جميل أمام النصر، قدم مباراة جميلة بصراحة التعاون، خاصة بدعم جمهور، يعني ترى جمهور التعاون جمهور يعني دائما ما يعطي ويساند، ويبغى أيضا التعاون يرجع للمستويات اللي في الموسم الماضي. الغريب في الأمر بصراحة فريق النصر يعني، وخسارته بعد هالمباراة اللي راح تأثر عليه كثير، خاصة في مسألة الحضور الجماهيري. أيضا تصريح لصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن تركي بعد المباراة، كان بصراحة يعني مستغرب جدا خسارة هذه المباراة، وأنها خسارة غير مقبولة يعني. الغريب أيضا عبد العزيز أن النصر يعني فجأة يجيك في مباريات يقدم مستوى جيد، يعني يحفز الناس يعني أن يتابع النصر أكثر، وتيجي المباراة اللي بعدها يقدم مستوى غريب بصراحة، هذا شيء غريب في نادي النصر، لكن النصر لديه رأس نادي وأعضاء شرف ورجال بإمكانهم على العودة لهذا الفريق إلى شيء بشكل أقوى. لكن نرجع مرة ثانية للتعاون، صراحة التعاون قدم لنا تعاون الموسم الماضي اللي كنا صراحة متوقعين أنه خلاص التعاون فقط الموسم الماضي هو كان مستواه الجيد، لكن السنة هذه تقريبا التعاون يعود، لأنه صراحة يمثلنا ضمن الأندية تمثل في آسيا، نتمنى إن شاء الله يمثلنا خير تمثيل في آسيا. نبي نشوف ردة فعل جمهور التعاون في تويتر، الآن صراحة تظهر معاكم في الشاشة.
جمانة التعاون ما به مثله بالقصيم. علي اليامي مبروك للتعاون، لعب من اجل الفوز، وللاسف لا زالت المجاملات للسهلاوي وحسين عبد الغني وضياع واضح في لاعبين نصر وكانها لا توجد خطه. سعد السعود، التعاون يعيد لنا ابداعات الموسم الماضي ويجرع النصر، خساره مستحقه، مبروك للسكري ومحبيه. سارة، أخ يا القهر، ما له خطورة التعاون، لكن ما الله كتب، الشيبان لا عاد يلعبون أبدا أبدا أبدا، أنا مستغرب متهاونين بالتعاون. مها الفايز، السكري زاد حلاه الليلة، فريق يستحق التحية وكل الاحترام والتقدير، مبروك. بعد هالمباراة وبعد تغريدات الجماهير انتقل وياكم للمباراة الثانية، وهي مباراة جامعة القادسية والاتحاد. ظهر فيها الاتحاد بمستوى جيد خاصة بعد المباراة السابقة، الاتحاد قدم مباراة جميلة. مهند، كانت القادسية والاتحاد صراحة العكاشي كان لاعب مختلف داخل المباراة. طبعا العكاشي، لأنه نرجع نقول احنا بما ان برنامج جماهيري نرجع لدور الجمهور، العكايشي كان له دور صراحه التحفيز الجماهيري قبل المباراه، بعد مباراه النصر جمهور الاتحاد كان غاضب تماما على العكايشي، اي لاعب في العالم يجي له دروب، اي لاعب ممكن يخطا، لكن جمهور الاتحاد دعمه في مباراه القادسيه والاتحاد، صراحه كان العكايشي له دور ثاني، ايضا جميع لاعبي الاتحاد. الميزه في هذه المباراه ان الاتحاد دخل مرتاح بعد ما خلصت مباريات الجوله، هو لعب اخر يوم دخل مرتاح على اساس انه يرجع لمكان اللي هو المركز الثاني او الاول للمنافسه على المركز الاول ايضا، ولكنه حصل على المركز الثاني بعد فوز على القادسيه. جميل. مهند، ايضا اللي شاهدنا من خلال هالمباراه اللي جمعت القادسيه والاتحاد اللي هي البحث بشكل كبير العوده في سلم الترتيب للمرتبه الثانيه، الجمهور جدا الان متفائل وجدا ينتظر طبعا المرحله القادمه وين بتوديه. طبعا اكيد، لكن بنشوف اهداف المباراه الاتحاد والقادسيه التي انتهت بفوز اتحادي ساحق على القادسيه. بالكره الماضيه ابداع فيصل مسرحي بلا حدود في اللقطه الماضيه، والاتحاد يضرب يضرب يضرب، الله يبدعون. هذا المولد صادها الاولى بابداع فيصل مسرحي، لكن شلون تشيل الثانيه من المولد اللي سجل سابع اهدافه اللي بعد ما عدى 100 مباراه وهو الاصغر، لكنه هو الاروع، هو الاروع يا فهد المولد. كهرباء وامام فيصل مسرحي، كهرباء في المرمى، جول، ويضيء كل الجماهير الاتحادية، هكذا إضاءة كهرباء تظهر هنا في ملعب الأمير محمد بن فهد. المصري الرائع محمود كهرباء يسجل الهدف السابع الشخصي، كما كان للمولد هدف سابع، ها هو كهرباء يسجل الهدف الثاني والسابع لمحمود كهرباء، هنا تضاء بكامل الجماهير إضاءة الجماهير يا كهرباء، أنت من تعيدها، ويعيد كهرباء الإضاءة من جديد للاتحاد ويسجل الهدف الثاني للاتحاد 2-0. تمريرة كهرباء جميلة على اليسار، فلاتة يحاول يمر داخل منطقة الجزاء، عرضية عدت مرة ثانية، خلصوها المدافعين، تسديد، الله الله يا عميد، هكذا هم تعريف الضاربون، هكذا هو العميد، لا جديد لا جديد في
وبكامل أوصافه، في الوصافة وبكامل أوصافه يصل وصيفا، هكذا هو العميد. في كل مرة نقول لا جديد، هدف ثالث يوقع الاتحاد على نتيجة المباراة. هذه كرة العكايشي، عاندتك مرة، عاندتك مرتين، لكن الثالثة تتلقاها الشباك، الثالثة تتلقاها الشباك على الطائر، لعبها وقبل ما تنزل على الأرض ولعبها في التسعين، وصولا إلى عمر التسعين يا اتحاد. شفنا أهداف الاتحاد والقادسية التي انتهت بفوز اتحادي. عبد العزيز، السنة هذه من الموسم الماضي تقريبا في نقطة صراحة لفت نظري بدير جميل، اللاعبين المحترفين العرب طبعا من الموسم الماضي بن يطو، عمر السومة، جهاد الحسين، الموسم هذه إضافة اللي هو بالماضي مدافع نادي الشباب، تقريبا محمود كهربا لاعب نادي الاتحاد اللي حضر من الزمالك، اللاعب المصري عبد الشافي، صراحه اللاعبين العرب العكايشي طبعا اكيد، اللاعبين العرب مسويين صراحه فارق في الدوري السعودي، افضل اللاعبين الاوروبيين والبرازيليين صراحه من الموسم الماضي. خلينا نتكلم صراحه مهند، هذا اللي واضح، خاصه بعد يعني عمر السومه اللي قدم مستويات كبيره بصراحه مثل اللاعب العربي، ايضا جهاد الحسين اللي من يعني شاهدناه من ايام نادي نجران يعني قاعد يقدم مستويات جيده وحلوه. الجميل في الامر مهند بصراحه انهم قاعدين يقدمون هالمستويات، والله حلو اللاعب العربي، لو فكرنا فيها بسرعه ارخص يعني تقريبا، فكرنا فيه ترى اللاعب العربي ما هو بذاك السعر، يعني تقريبا لعيبه الاتحاد الله يرحم المرحوم الرئيس الذهبي احمد مسعود، ترى يعني ذكر في تصريحه مع القناه الرياضيه ايضا ان اللاعبين ترى ما كلفوهم ذيك الميزانيه العاليه اللي اثرت على الاتحاد، فبصراحه مقدمين نتائج ايجابيه، نتمنى لاعب عربي قريب او شيء حيتاقلم مع الاجواء. ثاني شيء ميزه اللاعب بالذات اللي في شمال افريقيا، اللاعب المغربي التونسي المصري، ترى عنده روحانيه انه وده يصير قريب من الحرم ومكه، هذا شيء برضه ترفع معنوياته وتخليه يعطي اكثر يعني. ايش رايك في مستويات محمود كهربا؟ في بعض الجماهير تقول فيه هبوط في مستواه. محمود كهربا صراحه لاعب نجم من جاي من مصر، نجم صراحه يعني قد يقدم مستويات جميله، انا هذا اللي شفته وتابعه، ترى محمود كهربا من السنه الماضيه فاوض اكثر من نادي سعودي، يعني قدم انتاج جميله، بس الجماهير السعوديه الجماهير الاتحاديه دائما معجبه في اللاعب اللي يكون يعني زي ما تقول في زي ما تقول شلون يعني يحبون اللاعب الاستعراضي، اللاعب اللي يقدم نتائج اكثر، اللاعب اللي فكهرباء تقريبا اللاعب استعراضي اكثر، ومثل ما ذكرت انت الجمهور عاطفي نوعا ما. جميل، بس ما يمر كل لاعب صراحه خاصه في السنوات الاخيره مثل طارق التايب. طارق التايب من افضل النجوم اللي مروا على الكره السعوديه، لكن كثير لاعبين لو نذكرهم، عبد الملك زياده في الاتحاد، ابو شروان ايضا في الاتحاد، محمد بركات، ابو شعيب المباركي في الاهلي، في الهلال ايضا تقريبا اذكر في لاعب طبعا احنا ما لحقنا عليها اتكلم تكمينات، نجيب الامام عفوا، نجيب الامام لاعب الهلال، في الهلال نعم، في النصر نذكر احمد بهجه قدم مع النصر والاتحاد مستويات جيده، يعني في لاعبين كثير، عماد متعب الاتحاد، عماد المتعب متحب، عماد الحوسني مع الاهلي، بس انا اتكلم عن طارق التايب كلاعب استعراضي بصراحه وكلاعب فنان، يعني كان الجماهير تحضر في الملعب تبغى تستمتع، كان الجميع يبحث عن مباراه الهلال يبغى يشوف طارق التايب ايش قاعد يسوي في الملعب. طبعا طارق التايب، ولا ننسى طبعا الاسطوره الذي اعتزل عن الكوره يوسف الثنيان، كان هذا طلع مهارات في وقت اصلا ما في مهارات، يعني قبل ما يطلع رونالدينو واللاعبين العالميين. عموما عندنا عبد العزيز تغريدات الجمهور الاتحاد والقادسيه بعد المباراه. بعد المباراة نتابع وياكم تغريدات جمهور القادسية والاتحاد. عبد الله يقول ألف مبروك الانتصار والمستوى والنتيجة، عقبال الصدارة بعد انتهاء الدور الأول بإذن الله. ياسر العكايشي صنع الأول وتسبب بالثاني وسجل الثالث، جميل عندما يكون ردك بالملعب يا عكايشي، شكرا عكايشي. أيضا تغريدة يقولك سييرا صنع فريق مرعب للخصوم، شكل قوة ضاربة هجومية، جعل هيبة لخط الدفاع وترابط قوي بين الخطوط، فعلا أنت داهية، شكرا سييرا. محمد يقول جميل جدا ردك يا عكايشي على منتقديك، لاعب تستحق الدعم من جمهور العميد.
ردة فعل جمهور الاتحاد القدسية كانت في مباراة الاتحاد القدسية في تويتر طبعا تغريدات، احنا مثل ما ذكرنا لكم اي ردة فعل ستكون في تويتر او في سناب شات او من خلال الملعب راح ننزلها ان شاء الله معنا في برنامج رياكشن. كيف شفت ردة فعل جمهور الاتحاد بعد ما رجع المركز الثاني؟ انا اقول بصراحة الجماهير جمهور عاطفي، خاصة بعد يعني نتكلم مسألة العكاشي، العكاشي المباريات اللي راحت بسرعة، العكاشي ما سجل، العكاشي ما قاعد يقدم مستويات، لكن بعد رجعته خاصة شوف الجماهير الآن كلها العكاشي. وبصراحة نتمنى أنه يظهر لنا العديد من المهاجمين سواء المحليين أو الأجانب، فيكم بينهم تنافس بصراحة، نرجع اللي زمان يعني العديد من المهاجمين تنافسون سواء على التسجيل أو على الاستعراض، وأنه دائما يكون الخط الهجوم واللاعبين الأجانب قوة في الدوري السعودي. احنا شايفين ايضا ترتيب الهدافين في الدوري خلال الجوله هذه صراحه اوكي، تقريبا الجمهور اي نادي سلبي يفرح ان لاعبنا يعني نادي متصدر، عمر السومه يستاهل ان يكون هداف الدوري طبعا، ما في اي تقرير من عمر السومه، لكن اللاعب السعودي تقريبا يقع في المركز الثالث او الرابع، فهد المولد هو الوحيد اللاعب الهداف السعودي، وين باقي اللاعبين السعوديين اللي نتمناهم، خصوصا ان المنتخب يعني مقبل على مشاركات مهمه، يحتاج انه مهاجمين سعوديين. معلومة مهمة هذه طبعا، رسالة من الجمهور اللي شفناها في تويتر، احنا بخصوص برنامج الجمهور نشوف في تويتر يعني في زعل من الجمهور انه ما في مهاجمين سعوديين، مهاجمين اجانب. غير كذا فهد المولد مش مهاجم صريح، صحيح هو مسجل الان كم هدف، يعني نتمنى بصراحة مهاجمين، خاصة الفترة الأخيرة بصراحة يعني قلوا المهاجمين السعوديين اللي دائما ما يكونون موجودين يصنعون الفارق، يعني يمكن آخر الجيل هذا مشاهدنا يمكن ناصر الشمراني قبل كم موسم هو اللي قاعد يسجل، محمد السهلاوي، والان يعني ما في مهاجم فارق او بنقول ان شاء الله مهاجم صاعد ممكن يحقق. احنا طبعا يهمنا بحكم انه وجود السهلاوي ونايف هزازي وناصر الشمراني مع المنتخب، يهمنا ان هذول يعودوا مستوياتهم صراحه لان دعم للمنتخب، ايضا لاعبين الاخرين مهند عسيري، مختار فلاته، اللاعبين في الانديه الاخرى، الانديه الاتفاق، التعاون، الرائد، المهاجمين السعوديين ترى هذه فرصتكم والمنتخب محتاجكم، لأن المنتخب مقبل على مشاركات مهمة جدا في الفترة القادمة. عبد العزيز صراحة نتمنى أن مو بس فهد المولد، نتمنى لاعبين حتى شبان، ترى في لعيبة منتخب الشباب كانوا كويسين صراحة. إن شاء الله خلينا نشوف مشاهدنا الكرام طبعا الاتحاد بعد عودته وتحقيقه لهذا الانتصار وعودته للوصافة يستاهل منا كل الدعم وكل تقدير، كلب خاص لجمهور العميد. يستاهل جمهور العميد وخاصة هذا التنافس وعودته مجددا لتقديم العديد من المستويات الجميلة. مباراة كانت مباراة الكلاسيكو، مباراة كانت رائعة ما بين الطرفين، مباراة جمعت وهي مباراة الجولة، تعتبر جمعت الأهلي والهلال وجها لوجه، كان فيها للهلال وضع مختلف هناك في جدة. مهند نشوف الأهداف ونرجع. لعبها بره المنطقه عند ميليسي، رجع وحاول من ادواردو يعلق كوره حلوه عند ياسر لاقصى الناحيه اليسرى، ضغط هلالي، ياسر الشهراني وليوناردو،
ليوناردو بوناتيني، بوناتيني في منظومة الهلال، لازم ليوناردو يسجل في منظومة الهلال، لازم ليوناردو يرد، وفي منظومة الهلال هناك بوناتيني، هناك بوناتيني، والباشا رامون دياز، الباشا رامون دياز. وقلت لكم الهلال مسيطر على المباراة واللعب على عجيل بلغيث، ولا أروع من إدواردو ولا أحلى من الشهراني. أهي الكرة اتلعبت من خلف لزبيدي، هنا ياسر الشهراني، شوف 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 ياسر الشهراني، شوف اللعبة اللي فاتت من ياسر الشهراني بالمسطرة يا ابني، بالمسطرة يا ياسر. وبوناتيني يسجل الثالث ليه مع الهلال. نزلت لمليسي اللي يمرر عند الخيبري، عبد الملك يلعب لمليسي من تاني، وحاول يلعب الكرة على الأرض حلوة، هنا اللمسة الجميلة من أسامة، يلعب عند ليوناردو، بوناتيني لعب العرضية على القائم التاني نوار، والهلال وإدواردو، وإدواردو والهلال ناوي، الهلال ناوي، الهلال ناوي، والزعيم يصرخ، الزعيم يصرخ، وإدواردو يسجل الثاني، يسجل الثاني. نواف العابد أوسكار، نواف العابد أوسكار، أوسكار في إعادة الهجمة إلى وضعها الطبيعي، وإدواردو المرمى خالي، والهلال يتقدم بالثاني، وكارلوس إدواردو، كارلوس إدواردو يسجل الثاني لمصلحة الهلال. الهلال لا يغيب، وعرضية حلوة، نواف يا ولد، يا نواف يا ولد، هي دي الروح، هي دي الإصرار، هي دي العزيمة. نواف يعرض وإدواردو يخطف، يخطف، يخطف بالضربة الحرة المباشرة. السومة هو اللي واقف، عمر السومة عايز يقسم وعايز يبصم. في مباراة النهاردة لم يظهر السومة. ضربة حرة مباشرة وترقب عمر السومة، وحائط صد هلالي، وعمر السومة يلعب الكورة، يا سومة يا عمر، يا سومة، حتى وهو الأهلي مش في حالته، السومة يسجل، ويسجل الأول عمر السومة، وعمر السومة يسجل هدف معه صافرة النهاية. الهلال في كلاسيكو الكرة السعودية. بعد نقول هذه المباراة كان للجماهير سواء الهلالية أو الأهلاوية ردة فعل، وعدناكم أن في الحلقة الماضية أنه بعد كل مباراة نختار مباراة تعتبر هي مباراة الجولة، ويكون هناك مراسل لنا ومتابع لردة فعل الجماهير من خلال الطرفين. زميلنا طبعا كان متواجد هناك في جدة وأخذ ردة فعل الفريقين بعد المباراة. ماجد مالكي. أول شيء ثلاث نقاط اللي راحت، لسه الموسم في أول، يعتبر الدور الأول ما انتهى، إن شاء الله بنعوض في الأيام الجاية. بس في حاجتين، كمستوى فني الأهلي كان أقل من الهلال، بصاص أعتقد أنه لازم يريح شوية، حتى في الدكة البديلة ما يجلس. يعني مش راضين عن جروس وعن لا راضين عن جروس، راضين عن العمل. ممكن صارت مشاكل، تغيير مدرب في بداية الموسم، معسكرات ما كانت مع المدرب جروس، في لعيبة رتمهم أقل من المطلوب بكثير، من ضمنهم بصاص مفروض بديل لفيتفا في الدور الثاني. من أكثر لاعب هلال يتعبكم اليوم؟ والله شوف، الهلال فريق منظم، يعني فريق ماسك نص، عندك ياسر الشهراني مقفل البريك، مقفل الأظهر عندهم تمام. الحمد لله الهلال شفته قدم مستوى كويس، بدأ تظهر لمسات المدرب، وإن شاء الله بإذن الله مع المباراة الجاية حتشوف مستوى أفضل وأفضل إن شاء الله. مستوى الهلال كان يعني عاجبكم اليوم؟
ايوه كان مميز، منظم الفريق، كان منظم جدا، فكان في كان في تفاهم، بس مع المباريات الجايه ان شاء الله حيكون التفاهم اكبر من كذا باذن الله. من اللاعبين اللي كنت تتمنى وجود اليوم ما لعب اليوم؟ والله كلهم صراحه ادوا، بس ناصر اليوم كان ممكن يكون له بصمه كبيره في المباراه. والله المباراه يعني الحقيقه انا اهلاوي، لكن المباراه من طرف واحد صراحه، من طرف الهلال. الاهلي ضايع في الوسط، بصاص سيء جدا اليوم. كان بالامكان مهند عسيري، عبد الفتاح عسيري يلعب من اول المباراه. فتفة غلطان يطلعه صراحه، يمكن اغلب الجمهور يتفق معي. والله ما يجي فتفة ما يطلع المفروض، او انه ينزله يا اخي بدايه الشوط الثاني، انها على نص الشوط الثاني. الاهلي خسر المباراه ولم يخسر الدوري، نقول ان شاء الله باذن الله الجاي احلى. لياقيا الاهلي سيء جدا 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 اليوم. من متى عرفت انك راح تخسر المباراه؟ دقيقه كم؟ 60؟ لا من الدقيقه، لا والله انا من بدايه نص الشوط الاول وانا عارف انه المباراه رايحه للهلال بصراحه. الهلال الاطراف ماسكه صح، الفرج يعني بصراحه الاهلي الهلال درسنا اليوم تدريس صراحه، درس الاهلي اليوم تدريس ما ينسى لا في جروس ولا اداره جروس. نعم انا من الجزائر. تشجع مين اليوم؟ انا كنت اشجع الاهلي، بس الهلال بدع اليوم صراحه. الحمد لله والله بصراحه، يعني انا اعتبر انه من اهم النتائج اللي حققها الهلال في هذا الموسم، وكان الموسم في بدايته، واتوقع انه اذا استفادوا منها في الجانب الثقه والجانب النفسي حتكون نقطه تحول في الدوري هذا. لانه نكون صريحين، احنا هلاليين عارفين انه الهلال ما قبل المباراه هذه الصداره كانت جزء منها مشيت بالحظ، ونقول يعني صداره غير مقنعه، لكن انك تفوز على الاهلي وبطل الدوري وفريق قوي وعلى ارضه ومستوى جيد، انا اتوقع انك انت اثبتت انك انت تستحق الصداره. انتم كهلال هلالي في الصداره، كل الانديه بعده او يلا، كل الانديه بعده او يلا، هلالي في الصداره، هلالي في الصداره. بس اسالك سؤال، عشان الهلال يستمر في الصداره ايش يبغى؟ اول شيء علشان يستمر في الصداره لابد انه يستفيد من هذه النتيجه، اولا الثبات على الاستقرار اللي هم موجودين فيه الان بعد النتيجه هذه. اتوقع انه مع الايام الجايه ممكن الهلال يكون مختلف، وتكون زي ما قلت هذه نقطه تحول يعني ان شاء الله للهلال. الله يعطيك العافيه. هذا على الراس. لا لا خل 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 خل. هذه الروح الرياضية اللي نبي نشوفها دائما في الملاعب، يعني المشجع الهلاوي يحط الشال على المشجع الهلالي، المشجع الهلالي يقلع على راسي، هذه الروح الرياضية اللي نشوفها في الملاعب. نبي نتكلم عن ردة فعل الجمهور عبد العزيز. السنة هذه إن كان في شيء جميل في الأهلي فهو جمهوره. نتكلم عن حضوره الجماهيري، إحصائية رسمية فهو الأول في حضوره الجماهيري. الجمهور الهلاوي قاعد يحضر ويدعم ناديه. ما زال لكن الاهلي طبعا في مستويات سيئه من الموسم الماضي، اختلف الموسم هذا الاهلي اصبح مستويات سيئه. الشيء الجميل في السنه هذه هو جمهور الاهلي صراحه اللي قاعد يحضر ويحقق ارقام كويسه في الحضور، وقاعد يدعم كل مباراه، نشوف لهم اهزوز جديده، طريقه جديده في التشجيع. في مباراه الكاسه الاخيره الجمهور الفريقين الاهلي والهلال صراحه ابدعوا في اللوحات الفنيه، جمهور الاهلي قدم تيفو والهلال ايضا قدم تشجيع جديد صراحة. جمهور يعني بما ان احنا برنامج له دخل في الجمهور، الجمهور كان صراحة هو النجم في مباراة الكلاسيكو قبل ما يكون النجوم في الملعب. بس ان شاء الله النتيجة اللي بعد مباراة الهلال انها ما تأثر عليهم، خاصة الجمهور الهلاوي يكون ايضا مساندة متواجدة طول الموسم، لان ممكن بعض النتائج خاصة الجمهور العاطفي يتأثرون منها، يقول لك والله الفريق خسر مباراة انا ما عاد احضر لهم في الملعب. احنا قبل ما نروح للتغريدات نتكلم على تويتر، ترى الجمهور الاهلاوي قاعد يوجه عتب كثير على كثير من اللاعبين الاهلي. الجمهور الاهلاوي قاعد يوجه رساله للاعبين، احنا قاعدين نحضر، قاعدين ندعمكم، قاعدين نقدم كل ما لدينا، لكن يا لاعبين الاهلي حسوا شوي بالشعار وحسوا شوي بالكيان. صراحه كان في رده فعل غاضبه في تويتر، مواقع التواصل عموما، من الجمهور الاهلاوي صراحه. ما نلومهم نوعا ما، لان فريق انت محقق ثلاثيه، محقق الدوري وكاس الملك ومحقق السوبر، المفروض ان تدخل الموسم هذا بطريقه اقوى، بغض النظر عن ظروف دربهم جوميز، عاده جروس. الجمهور الاهلاوي من حقه يعاتب ومن حقه يوجه عتب اللاعبين، حتى اللاعبين انخفض مستوياتهم صراحه كان في غضب جمهور اهلاوي. واعيد واكرر، الموسم هذا الجمهور الاهلاوي هو الافضل في النادي الاهلي خلال الموسم هذا بالحضور وبال هزيج. جميل. طبعا اذا تكلمت انت عن الجمهور الفريقين خاصه الهلال، جمهور في الجوله الماضيه كان غضبان جدا على الفريق الهلالي، لكن بصراحه عودنا الهلال
إذا عاد عاد بقوة يعني، وإذا حضر في المباراة الكبيرة دائما ما يقدم مستويات جيدة. الهلال بصراحة يا مهند ما له أمان. أنا أقول الهلال هذه عادات الهلال، طبعا احنا من سنين نعرف الهلال دائما منافس ثابت في الدوري، يعني صح انه لا غاب فتره عن تحقيق الدوري لكن منافس ثابت في الدوري الهلال يا عبد العزيز، لانه خلال كم سنه تقريبا الهلال يكون مع يعني كان منافس مع الفتح ومع الشباب والاهلي وكان منافس مع الاتحاد ايضا، يعني صراحه الهلال من الانديه اللي صراحه تحترم في دائما في الدوري، ولكن جمهور الهلال يحتاج الى الدوري من سنين تقريبا الهلال لم يحقق الدوري. عندك تغريدات جمهور الهلال والاهلي عبد العزيز؟ عندي تغريدات جمهور الهلال والاهلي خاصه بعد المباراه نشوفها وياكم على الشاشه. شهد تقول في هذه التغريده: فوز مستحق، اللهم لك الحمد، مستوى جميل والاجمل للجمهور، وبالنهايه الصداره ما تليق الا بالزعيم. سامي ألف مبروك للزعيم، مستوى ونتيجة، شكرا لجميع اللاعبين، شكرا للمدرب، تكتيك جميل، استحواذ على الوسط، القادم أجمل بإذن الله. محمد يقول ألف مبروك للأمة الزرقاء، مستوى ونتيجة، ألف مبروك الصدارة، الصدارة ما تبي غير سيدها وزعيمها الهلال. سلطان يقول: والله العظيم الهلال لم يكن في يوم تشعر وكأنه في تمرين يتلاعب كيف ما يشاء وبمن يشاء، هذا هو الهلال الذي عهدناه وعشقناه. هذه ابتسامة طبعا بعد طلب من المخرج عماد الموسى، صراحة يحق له ابتسامة لك هذه عماد خاصة طبعا. عبد العزيز، جمهور الهلالي صراحة تغريداته في تويتر يعني تغيرت عن السابق، الجمهور الهلالي كان معاتب كثير في بداية الموسم، من بعد هزيمة السوبر إلى هذا الشيء، الحين راضين تقريبا عن الهلال. جميل، أنت مهند تلاحظنا الجمهور الهلالي دائما يعني ما يتكلم على الفريق بشكل جيد خاصة بعد هذه المباراة، لكن والله من حق الهلال يعني خاصة أنك تتكلم بنفوز وعلى الأهلي وفي جدة بطل الدوري يعني وأمام جمهوره حقق يعني شيء جيد وشيء جميل. والهلال بصراحة مهما كان يعني لم يقدم مباراة جيدة أمام الرائد، لكن قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي. أمام الأهلي صراحة كان الهلال نجم المباراة، مثل ما احنا تكلمنا عن جمهور الأهلي وتكلمنا عن الجمهور الأهلي غاضب، جمهور الهلالي فرحان، والهلال يعني صراحة يعني خلينا نكون واقعين، خلال الجولتين الأخيرة هو الذي يستحق الصدارة، لأن الفريق صح كان في بعض هبوط مستويات بعد إصابات اللاعبين، عاد الهلال. على فكرة عبد العزيز ترى يعني تخيل ان الهلال بالمستويات هذه هو ناوي يغير اللاعبين الاجانب، كم لاعب اجنبي في الفتره الشتويه، كيف لو جاب اجانب عليهم الكلام؟ والله يا مهند هذا الوقت، لكن بصراحه انا يعجبني في بعض الجماهير يعني لما اقرا تغريداتهم في تويتر في الهاشتاج او سواء في للبرنامج، بصراحه بعض الجماهير تتابع وتتابع دقل التفاصيل، ما يهمه والله فوزه وثلاث نقاط بعد المباراه، لا بعد المباراه بعض جمهور الهلال كان يتكلم عن ايش؟ يتكلم عن بعض اللاعبين الاجانب، ترى هذول ما قاعدين يقدمون مستويات، لازم تتغير بعض العناصر خاصه الفتره القادمه، يتكلمون عن بعض اللاعبين المحليين. انا يعجبني الجمهور العقلاني اللي ما يهمه الثلاث نقاط، لا يهمه مصلحه الفريق بشكل كبير. من ضمن الاشياء يعني نتكلم عن جميع الجماهير، يعني جمهور نحن نقول جمهور الهلال الان متفائل بالفريق او متفائل بالدوري، ترى ما تعرف ممكن بعد كم جوله الهلال ممكن يحصل له دروب، الجمهور الهلالي يعتب. الان جمهور النصراوي والاهلاوي من حقهم يعتبون على انديتهم، لانهم يبغوا دائما اي جمهور عاطفي على قوله عبد العزيز يبغى يكون في يقدم مستويات جميله، يفوز كثير في مراكز متقدمه صراحه. مهند تفاجات انت من مستوى الشباب قدام الرائد؟ الشباب الشباب صراحه انا السنه هذه ودي اتكلم فيه بحكم انه مدرب وطني سامي الجابر، وبصراحه تقريبا كادر جميع وطني تقريبا، حتى الطاقم الاداري شباب، يعني في مركز اعلامي شباب ايضا في الشباب يعني شغالين. صراحه اتمنى له التوفيق نادي الشباب، لان نادي من الانديه اللي صراحه يقدم كره جميله، كره حديثه، مستويات جيده، وقدم مستوى جيد امام الرائد يعني نوعا ما كان مرضي، لكن الرائد ايضا اللي بنعطيه حقه قدم صراحه قدام الهلال قدام الشباب مستويات جيده، خصوصا المهاجم منقورة طبعا من افضل المهاجمين المحترفين المتواجدين. انت تعرف مهند بعض الجماهير جمهور الرائد بصراحه انا اتفق معاهم، يقول لك التعادل كان خساره للرائد.
التعادل كان خسارة للرائد، لأن الرائد قدم مباراة أجمل بصراحة يعني. فيعني صراحة كان يعني من أجمل المباريات. طبعا نرجع لصدارة الهلال، والهلال يتمسك بالصدارة لهذه الجولة. متمسك فيه ويداني لن تترك ايديك، انا ترى لجلك ممكن اخش بحير، اي شخص يقرب اقتله انت بس واللي يسوي فهلوي انا اسوي له عبيد، مهووس بك مهووس واحبك حب مو مدروس، نار انا لجلك ادوس لجلك ادوس الهلالي يتمسك بالصدارة. طبعا حلقتنا اليوم خلصت تقريبا فقراتها خلال هذا الأسبوع. أسبوعيا سنكون نتواجد معكم في ملاعب السعودية، وأيضا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من ردة فعلكم عن طريق حسابنا في تويتر re_actionsa، وأيضا حسابنا في السناب شات re_actionsa. ارسل ردة فعلك عن طريق فيديو في سناب شات راح يظهر معانا في فقرة سناب شات من البرنامج، ايضا من خلال تويتر غرد راح تظهر معانا. كل الشكر لكم شديد الكرام. شكرا لك عبد العزيز. شكرا لك مهند. شكرا لجميع الطاقم الفني المتواجد معنا، قائد الدفة الفنية عماد الموسى، رئيس تحرير هذا البرنامج ابراهيم الخريف، وايضا للشباب المصورين المتواجدين معنا سعد الختلان وعبد الرحمن المويس. نلقاكم ان شاء الله كل ثلاثة في تمام الساعة 9 مع ردة فعل الجماهير رياكشن. الى اللقاء.